الأمر الآخر عندنا بدءا من صباح يوم الجمعة، عندنا منخفض جوي راح يأثر على المملكة، تم تصنيفه داخليا في طقس العرب من الدرجة الثانية. طبعا بس نذكر أنه إحنا في عندنا سلم تصنيف المنخفضات الجوية، أنواع 5، 1 مستوى منخفض جوي يعني ضعيف، 5 مستوى عاصفة استثنائية. احنا منخفض الجوي المتوقع غدا هو من التصنيف الثاني او الدرجه الثاني، نحكي عنه متوسط او اعتيادي الفاعليه الجويه. تركيزه بالدرجه الاولى على شمال ووسط المملكه، راح يكون ان شاء الله في امطار في المنطقه الشماليه والوسطى. هالامطار ممكن تكون غزيره احيانا، ممكن تكون معها ايضا عواصف رعديه وزخات برد، فبالتالي فرصه مشاهده الامطار بشكل عام هي اعلى يوم الجمعه، مش اليوم يعني فرص الامطار الاوضح راح تكون يوم الجمعه. طقس شتوي بارد يوم الجمعه، ايضا في عوده لنشاط سرعه الرياح، لكن ما راح تكون بالشده او بالهبات اللي عشناها خلال الساعات الماضيه والايام القليله الماضيه، يعني في نشاط اعتيادي على سرعه الرياح يوم الجمعه.